بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في قناة تفسير أحلام والرؤية الشرعية. النهاردة هنتكلم عن المسك، هنتكلم على المسك بشكل عام، كمان هنعرف امتى بيكون رؤيته محمودة وامتى بتكون رؤيته غير محمودة. أولا، المسك في المنام بشكل عام من الرموز برضو اللي بتدل على فرحة وعلى خبر سعيد هيسمعه الرائي، كمان من الرموز اللي بتدل على زيادة في الأموال وتحقيق طموح أو تحقيق هدف. لما يشوف الرأي إن هو بيتعطر بالمسك الأبيض في المنام، فدي سعادة وكمان مناسبة سعيدة، كمان بشارة بولادة سهلة وميسرة لو كانت امرأة حامل. كمان المسك الأسود في المنام برضو من الرموز اللي بتدل على تحقيق أمنيات، كمان على زيادة في الأموال. كمان لما يشوف الرأي إنه بيشم ريحة المسك وكانت ريحته طيبة، فده سماع خبر سعيد أو خبر مفرح. المسك الأبيض كمان من الرموز برضو اللي بتدل على الزواج لو كان الرأي غير متزوج، كمان حصوله على أموال، حصوله على مكانة، برضو من الرموز اللي بتدل على سمعة طيبة وسيرة طيبة للرائي، برضو من الرموز اللي بتدل على محبة وعلى مودة بينه وبين شخص مقرب ليه، خصوصا لو شاف ان الشخص ده هو اللي بيهديه بالمسك. لما يشوف ان هو بيحط او بيرش المسك بطريقة مبالغ فيه قوي، يعني بيرش كمية كبيرة، فده معناه ان هو بيدل على زيادة انفاق للرأي. كمان المسك من الرموز اللي بتدل على عفة وطهارة، لو شاف الرأي ان في حد متوفي هو اللي بيهديه بالمسك، لو شاف الميت وهو معاه او ان هو ماسك مسك، فدي مكانة للمتوفي ونعيم. كمان لما يشوف ان هو بيهادي بالمسك، لما يشوف المتوفي انه بيهادي الرأي بالمسك، فدي بشارة ليه بتحقيق أمنية او بتحقيق رغبة او وصوله لشيء هو بيتمناه او وصوله لشيء بيسعى ليه. كمان الميت لما يديله مسك لو كان الرأي مريض، فبشارة ليه بالشفاء. كمان لو كان الرأي لا ينجب او كان متأخر في الانجاب او كان بيسعى للانجاب، وشاف ان هو بيهديه بمسك، فدي بشارة ليه بالسرية الصالحة. كمان بشارة ليه بسعادة واخبار سارة، وكمان تحقيق أمنية، كمان رزق واسع هيحصل عليه، على استقرار ومحبة ومودة، على حصوله على مال، ومال حلال، مال طيب. كمان لما يشوف الرأي الرجل ان هو معاه مسك، اولا الرجل لما يشوف ان هو ماسك مسك وريحته حلوة، فدي اخبار مفرحة هو هيسمعها. كمان زوال هم وخروجه من أزمة، خروجه من كرب. المسك الأسود للرجل كمان زيادة في النقود وزيادة في النفوس وزيادة في العلم، وكمان تحقيق هدف. كمان لما يشوف ان هو ماسك مسك ولكن هو مش عارف ان كان أبيض ولا أسود، فده عمل طيب هو بيقوم بيه، كمان سمعة طيبة، كمان بشارة بقرب بقرب من الله سبحانه وتعالى والتزامه بالعبادات. كمان المرأة المتزوجة لما تشوف ان زوجها بيهديها بمسك، فده حب ومودة واستقرار ما بينهم، لو كان في خلافات فهتزول، كمان بشارة ليها بالحمل والذرية. كمان المرأة المتزوجة لما تشوف ان هي ماسكة مسك، فده استقرار في حياتها الزوجية بشكل عام، لو شافت ان هي بتتعطر بيه وان شمت ريحته كانت طيبة، فده سمعها خبر سعيد. كمان التعطر بالمسك زيادة في الخير وزيادة في الأموال، وكمان سعة في المعيشة. الفتاة العزباء رخرة لما تشوف برضو ان هي معاها مسك او ان هي بتتعطر بالمسك، فده تحقيق أمنية، كمان سمعة طيبة ليها، وكمان طهارة وعفة وسيرة طيبة. كمان من الرموز اللي بتدل على ارتباطها
وزواجها عن قريب. لو شافت ان هي بتحمل المسك السائل فده زيادة في الخير وزيادة في الأموال وسعة في المعيشة كمان على نجاح في حياتها بشكل عام، سواء في حياتها الشخصية أو في حياتها العملية. بتشوف ان في حد بيهديها بالمسك، فبشارة ليها بالزواج من شخص او الارتباط بشخص هي كانت بتتمناه او كانت بتسعى عشان ترتبط بيه. كمان المسك بشكل عام، سواء اللي شاف الرؤية رجل او امرأة، كمان بدون تحديد كان هو مسك ابيض او مسك اسود، من الرموز اللي بتدل على سعة في المعيشة وعلى زيادة في الأموال وأموال طيبة أو أموال حلال. كمان من الرموز اللي بتدل على تحقيق أمنيات وعلى سيرة طيبة وعلى كلام طيب وعلى حسن خلق وعلى تدين وعلى أخبار سارة أو أخبار سعيدة هيسمعها، أخبار مفرحة. كمان من الرموز برضو اللي بتدل على الزواج، سواء برضو اللي شاف الرؤية رجل أو امرأة، فبتدل على زواج من شخص صالح، من شخص متدين، من شخص ليه سمعة طيبة وأخلاق طيبة. المرأة الحامل لما تشوف المسك فده من الرموز اللي بتدل على سلامتها وسلامة جنينها وعلى جنين معافى. كمان المسك الأسود بيدل على تحقيق أمنية ليها خاصة بنوع الجنين، يعني لو كانت هي بتتمنى ولد فولد، بتتمنى بنت فبنت. كمان المسك الأبيض بيدل على ولادة بنت أو أنثى، والله أعلى وأعلم. كمان لما يشوف التاجر المسك فدي مكاسب وأرباح هو هيحققها. إمتى بيكون المسك غير محمود؟ لو شفنا إن المسك ليه ريحة غير طيبة. كمان لو شفنا إن إزازة المسك اتكسرت، أو لو شفنا إن المسك اتدلق أو اتكب أو يعني انتهى، فكل أو خلص أو الإزازة فاضية، فدي من الرموز اللي شوية بتكون غير محمودة. ده كده باختصار رؤية المسك. فسرناه للحامل، فسرناه للمتزوجة، فسرناه للعزباء، كمان للرجل وكمان للميت، وعرفنا امتى بيكون رؤيته محمودة وامتى بتكون رؤيته غير محمودة. بتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. لو في اي استفسار او سؤال اكتبوا لي تحت وانا ان شاء الله هرد عليكم. بشكركم جدا واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.